أكد جون كاستر السفير البريطاني في مصر أن هناك 20,000 مصري يدرسون للحصول على شهادات من النظام التعليمي البريطاني، مطالبا بآلاف أخرى تستفيد من قوة الأبحاث والتعليم في بريطانيا. شفنا خلال الأربع سنين اللي فاتت اللي أنا موجود معكم هنا في مصر زيادة حوالي 30% في العدد ده من المصريين اللي بيدرسوا لحصول على شهادة بريطانية هنا في مصر، ولكن القصة دي بس البداية، وعندنا طموح أن نوصي توفير فرص أكثر وبنبني وبننشي شراكات جديدة من خلال زيارة الوفد النهاردة ومن خلال الجهود المستمرة بيننا وبين الجامعة البريطانية وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.